أهلا بك زميلتي وسام، أهلا لكل متتبعي قناة نهار. نعم، إذا وبعد تمديد المدة الزمنية للحجر الجزئي الصحي الذي أقره الوزير الأول تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إذا هو اليوم الأول للحجر الصحي الممتد من الساعة الثالثة إلى غاية يوم غد، يعني الساعة السابعة. يعني الحركة هنا يعني قليلة نوعا ما، يعني ليست كبيرة بنسبة 100%، لكن لأن المواطنون سيتعودون على الحجر كما تعودوا على الحجر الذي كان من الساعة السابعة إلى حتى الساعة السابعة صباحا. يعني الأمور، المحلات كلها مغلقة، الحركة قليلة نوعا ما، وهناك تواجد أمني مكثف يقوم بدوره كما عودنا على دعوة المواطنين على الالتزام بالبيوت كحل إجرائي وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا. طيب زميلتي كريمة سواق، ربما نتحدث عن نسبة الاستجابة بولاية وهران لقرار رئيس الجمهورية وطبعا البيان الرئاسي من طرف الوزارة الأولى، يعني نسبة الاستجابة قوية يعني كبيرة بولاية وهران. نعم، يعني من نسبة الاستجابة تتعدى 80%. يعني في اليوم الأول يعني هناك استجابة مقارنة بالأيام الأخرى. يعني في وهران معروفة بحركتها الكثيرة في مثل هذه الأوقات، يعني اليوم بين أو أكد المواطنون أيضا الاستجابة، الوعي الكبير الذي التزم به منذ التعليمات التي أطلقها الوزارة الأولى ورئيس الجمهورية. نذكر أيضا أن الحالات الإصابة بفيروس كورونا في وهران مستقرة نوعا ما، يعني هناك حالات كثيرة تماثلت للشفاء الحمد لله بفضل الطاقم الطبي والمجهودات الكبيرة اللي يبذلها سواء على مستوى مستشفى أول نوفمبر أو مستشفى البلاطو. نذكر أيضا ونعلن الإشارة أيضا، ويجب الإشادة أيضا بمجهودات الطاقم الطبي وشبه الطبي. أيضا مستشفى البلاطو، المستشفى وهران الجامعي، قد قام بأن نصب خيمتين للتكفل النفسي والبسيكولوجي بالمواطنين ببعض الحالات التي ربما هي من كثرة القلق والخوف، يعني تتنقل إلى المستشفيات للقول بأن عندها أعراض كورونا. يعني هما نصبوا خيمتين للتكفل البسيكولوجي والنفسي والاهتمام أكثر بصحة المواطنين وحتى الطاقم الطبي وشبه الطبي. شكرا لك زميلتي.